أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على ما ورد في تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية حول الدول الإماراتي جنوب اليمن. مرة أخرى تفتح الجارديان البريطانية إحدى صفحاتها للحديث عن الدور الإماراتي في جنوب اليمن، وذلك في تقرير أعده الكاتب غيث عبد الأحد، والذي كشف عن ممارسات الإمارات التسلطية وخفايا السياسة الإماراتية وتعاملها وأهدافها. الكاتب اعتبر أن ما تفعله الإمارات في عدن أشبه بما ارتكبته أمريكا التي مهدت لحرب أهلية في العراق، مؤكدا بأن الإمارات تمارس الأمر ذاته حيث خلقت الظروف الملائمة لاستئناف صراع وإشعال حرب أهلية. وأوضح التقرير أن للإمارات ثلاث مهام رئيسية منفصلة عن دعمها للتحالف السعودي في اليمن، تتمثل في سحق الإسلام السياسي والسيطرة على باب المندب وخط الساحل ذي القيمة الاستراتيجية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز قواتها الخاصة التي تدرب وتشرف على وكلاء محليين مثل قوات الحزام الأمني. نتوقف عند تطورات هذا الموضوع لنناقشه في محورين: كيف تحول دور الإمارات من داعم للشرعية إلى البحث عن مصالح خاصة على حساب الدولة اليمنية؟ ولماذا ارتضت السعودية والمجتمع الدولي بهذا الدور العابث بأمن واستقرار اليمن الذي لا يخلو من ارتدادات على المنطقة والمحيط الإقليمي؟ ليست الفوضى الضاربة عدن والمحافظات الجنوبية مجرد انفلات أمني، بل فوضى موجهة تدعمها الإمارات لصالح بناء إمبراطوريتها الخاصة. هذا ما يؤكده تقرير ميداني نشرته صحيفة الجارديان البريطانية وترجمه الموقع بوست. تبدأ القصة من عند أيمن عسكر العضو في تنظيم القاعدة والمسجون بتهمة القتل، الذي سرعان ما تحول بفضل الإمارات إلى رجل ثري وواحد من أهم مدراء أمن عدن والمتحكم في مينائها، وهو ما يشير وفق الجارديان إلى الدور الخطير الذي تلعبه أبو ظبي في المدينة. لم تعد الحرب واحدة في اليمن بين الشرعية وميليشيا الحوثي، فلقد نجحت الإمارات بوصف الصحيفة البريطانية في تجزئة الحرب اليمنية إلى صراعات متعددة وتحويل اليمن إلى مناطق فوضوية يتحكم فيها تجار الحروب وآلاف اللصوص مثل أيمن عسكر. بحسب الجارديان، فإن حرب الشرعية مع الحوثي لم تعد أولوية. تروي الصحيفة عن شيخ من مقاومة البيضاء رفضت الإمارات مساعدة محافظته في مواجهة الحوثي بحجة أن الحوثي لم يعد العدو الأول، فعداوة الأحزاب السياسية مثل الإصلاح وتفتيت الشرعية في مقدمة أولويات أبو ظبي. كان الجنوبيون كما تقول الصحيفة قد رفعوا أعلام الإمارات وزينوا صور حكامها كمحررين بعد رحيل الحوثيين في 2015، لكنهم الآن أكثر ندماً، فعدن التي كانوا يتوقعون أنها ستصبح شبيهة دبي ليست سوى مدينة مليئة بالميليشيات والمركبات المدرعة والفقراء الخائفين. لكن السؤال: لماذا تتعمد الإمارات استمرار هذه الفوضى في عدن؟ تنهي الصحيفة البريطانية تقريرها بأن الإمارات ليست سوى أمة صغيرة طموحة تحاول استعراض قوتها خارج حدودها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، وسيكون معنا من عدن المحلل السياسي الأستاذ فهمي السقاف. أبدأ مع الأستاذ إبراهيم القعطبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. المساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك. كيف تابعت أستاذ إبراهيم في بداية الحلقة التقرير لصحيفة الجاردان البريطانية التي تؤكد على انحراف مسار أهداف الإمارات والدور الذي جاء من أجل دعم الشرعية، وبدأت تنفذ أجندة خاصة بها وممارسات خارجة عن الأهداف المعلن عنها، وتهدف لتقسيم اليمن وبناء يعني وتحقيق أهداف استراتيجية خاصة بها سواء في المياه اليمنية أو غيرها؟ صحيفة الجارديان لم تأتي بشيء جديد، وهو الشيء الواقع الذي نراه يوميا في المحافظات التي تحتلها الإمارات. أنا في اعتقادي أنه الاسم الحقيقي لما تقوم به الإمارات والتوصيف الحقيقي هي أنها أصبحت قوة احتلال تسيطر على الموانئ وعلى المطارات، يعني تمول الميليشيات، تقوض الشرعية، يعني تجلب المرتزقة، تعمل السجون السرية، حتى الإمبراطوريات والقوات المحتلة لم تقم
بهكذا أفعال يعني، فما بالك عن دولة عربية تقوم بهذا الكم من القتل والاختطاف والتهجير القسري والتعذيب والتمزيق وتمويل الميليشيات ومن حتى دخول الأغذية والمواد الطبية إلى الدخول إلى مدينة عدن. قبل أيام تحدث مسؤول الإغاثة الدولية يقول إلى مجلس الأمن يقول أنه هناك 1250 حاوية غذاء وعلاج لبرنامج الغذاء الدولي تحتجز في ميناء عدن منذ أشهر. يعني هناك سياسة تجويع، هناك سياسة قتل، هناك سياسة تخويف، هناك سياسة معتمدة لتقسيم اليمنيين وتدميرهم، ويعني محاولة بث الكراهية ويعني خلق كل الانشقاقات من أجل أن يبقى الإماراتيون مستعمرين لجزرنا وموانئنا، وهذا ما يحدث يعني في المناطق الجنوب، وهذه الحقيقة التي يجب أن ينتفض يعني ضدها أبناء الجنوب قبل أي من آخر من أبناء اليمن. نعم. طيب أنتقل إلى عدن مع الأستاذ فهمي السقاف المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ فهمي. برأيك أستاذ؟ أهلا بك أستاذ فهمي. في البداية برأيك ما الذي أضافه تقرير صحيفة الجارديان البريطانية عن الدور الإماراتي الذي تقوم به في جنوب اليمن؟ طبعا التقرير الجارديان اعتقد انه اكثر فقط كل ما قيل وكل ما ذكر من قبل في تقارير نشر حقوق الانسان وموضوع حقوق الانسان، تقارير المنظمات الدوليه ايضا تحرير حقوق الانسان ومن تقارير خبراء الامم المتحده وغيرها، كلها اكدت كل هذه الانتهاكات التي تقومها دوله الامارات داخل عدن. الامارات سعت منذ الولايات الاولى الى تفويض السلطه الشرعيه التي اتت لحمايتها للاسف الشديد. هذا اللي اضافه تقريبا. نعم. يعني او اكد ما هو موجود. نعم. طيب الان ان ينشر تقرير كهذا من صحيفه بريطانيه لها ثقل كبير في الاعلام الغربي برايك على ما يدل استاذ فهمي؟ التقرير يدل على ان العالم بدا يستوعب، العالم بدا يدرك ويرى ويلمس الواقع والحقيقه لا كما يريد الاماراتيون الكبار او غيرهم من المتحالفين معهم. للاسف الشديد التقرير هذا اتى لاكد الحقائق والواقع الموجود في محافظه في المناطق المحرره بشكل عام. نعم. هذا هنا تكون قيمه التقرير. نعم. التقرير ياتي من صحيفه لاكد ما صارت وان تم تداوله من قبل الناشطين والمنظمات الحقوقيه المحليه والدوليه وهو اتى فقط يؤكد او اتى مصداقا لما تم قبله من قبل هذه المنظمات من قبل الناشطين حقوق الانسان. نعم. وماذا عن بعض المراقبين الذين يقولون بان الامارات هي تنفذ اجنده مرسومه من البريطانيين والامريكان في اليمن؟ بالتاكيد علينا ان نفصل اولا هنا بين الصحافه البريطانيه وبين النظام كنظام. ما تقوم به طبعا الامارات بالتاكيد يصب في مصلحه بريطانيا، بريطانيا النظام. فعلينا ان نفصل، معروف ان الصحافه في بريطانيا صحافه حره وايضا مثلها في امريكا، في الولايات المتحده الامريكيه. يعني ما يجعل الناس تقول هذا الكلام لان الامارات اولا كدوله هي طيب مؤخرا القيام بهذا الدور الامبراطوري الذي يحتاج الى دول وانسانات دول عمره يعني. فبالتالي هي فقط الان نعم جارسل وضح الصوره هذه جعلها واضحه جليه بارزه وليأكد ايضا من الصحيفه البريطانيه. هو دليل واضح تماما. طيب استاذ فهمي في هناك مشكله بالصوت، اتمنى ان يعني ان ترفع صوتك قليلا حتى نسمعك، ولكن اسمح لي ان اعود الى نيويورك مع المحلل السياسي ابراهيم القعطبي. استاذ ابراهيم انت ايضا وجهه نظرك، هل الامارات هي فعلا عباره عن وكيل للبريطانيين والامريكان وتنفذ خطه مرسومه تمضي وفقا لها؟ طبعا يعني يجب ان ندرك ان هناك ما زال الصراع الدولي حول الأهم ممرات العالم ومن ضمنها باب المندب، وهذا شيء
يعني يعرفه العالم انه الصراعات الدوليه عاده هو على السيطره والتحكم بمداخل ومخارج العالم والمناطق الهامه من العالم، وهذا جزء منه. وانا في اعتقادي انه نعم هناك مشاركه بريطانيه امريكيه مع الامارات، لكن المشكله هنا الامارات تعتبر نفسها هي القوه وهي من تقوم بعمل ذلك لصالحها. انا في اعتقادي ان هناك ربما الان انشقاق حتى او يعني المشاريع اصبحت متضاربه حتى بين الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا من جهه والامارات من جهه اخرى، لانه هم يودون من الامارات تنفيذ المشروع، لكن الامارات تفكر انها تنفذ المشروع ايضا لصالحها، وهم لا يريدون ايضا من الامارات ان تصبح هي القوه المسيطرة الفعلية على الأرض. فلذلك هذا في اعتقادي أنه هذه هي المشكلة بالنسبة للبريطانيين والأمريكيين. نعم. أن الإمارات لا تصبح قوة لا يستطيعون ثم في المستقبل السيطرة عليها. فأنا في اعتقادي أن كل هذه التسريبات وكل هذا العمل الذي يجري في وسائل الإعلام جزء منه هو أيضا تقليص قوة الإمارات على الأرض ودورها وربما إبعادها عن المشهد وتسليمه إلى القوى الكبيرة. ورأينا ذلك في اعتقادي. نعم. فيما يجري بالحديدة، إنه البريطاني والأمريكي متصدرين مشهد الحديدة بأن يسلم إلى قوة ثالثة من أجل أن لا تسيطر أيضا الإمارات بقواتها التي تمول الميليشيات من الميليشيات الجنوبية. نعم. وميليشيات طارق عفاش في تلك المنطقة من العالم، فلذلك دخلوا بطريقة الأمم المتحدة من أجل تسليم الميناء الهام إلى مجموعة. نعم. ثالثة أو قوات حفظ سلام دولية. أصبحت الأمور مكشوفة، نحن نعرف أن جزيرة سقطرة محتلة، يعني المهرة لدي هناك قاعدة عسكرية سعودية، مناطق مختلفة لديها قواعد عسكرية إماراتية سعودية، كل الجزر اليمنية على البحر الأحمر محتلة من قبل الإماراتيين والسعوديين وقوى أخرى. أصبحت الأمور مكشوفة جدا، والسؤال يبقى أين الحكومة اليمنية وأين الشعب اليمني؟ نعم. كل ما يجري على أرضي وأراضي. طيب أستاذ إبراهيم، الميليشيات هي المسيطرة. نعم. نعم تفضل. نعم، ما مصلحة الإمارات أن تقوم بهذا الدور الذي يهدف لتقسيم وتجزئة اليمن وخلق حرب أهلية كما جاء في تقرير الجارديان البريطانية؟ وربما التقرير أشار إلى أنه يعني يحاول خلق نموذج مثل ما حصل في العراق عندما سلمت يعني أمريكا العراق لإيران وحولتها إلى حرب أهلية فيما بينهم. طبعا يجب أن ندرك أولا أن الإمارات تنطلق من عدة منطلقات. أولا أنها تود المحافظة على قوة دبي وعلى أنها القوة أحد القوى الاقتصادية الهامة في منطقة الخليج العربي، وأنه بحالة تطور اليمن وأصبح دولة ديمقراطية ودولة يعني تنمو اقتصاديا وتصبح عدن منطقة حرة والشواطئ اليمنية كون منطقتها الجغرافية مهمة جدا، ربما يضرب السوق في الإمارات، وربما تصبح الإمارات مجرد بوابة خلفية وليست بوابة رسمية كما هي الآن. هذا مخاوف حقيقية. كما نعرف أيضا يحاربون الديمقراطيات في جميع أنحاء الوطن العربي، يحاربون الإسلام السياسي، يحاربون كل ما له علاقة بإضعافهم مستقبلا، وهذا ما يجري، ويحاربون ذلك من خلال خلق الفوضى والحروب والمجاعة ويعني إهانة الشعوب كما يجري في حاولوا الدخول إلى الصومال، حاولوا الدخول إلى جيبوتي، حاولوا الدخول إلى مناطق مختلفة، دمروا أيضا ليبيا ويعني اختطفوا الديمقراطية في مصر. هذه كلها من طيب. أجل أن يبقى هم القوى الفعالة في المنطقة، وأنا في اعتقادي هذا لن يدوم طويلا، وربما هناك ثورات قادمة من أجل استعادة الشعوب حقها. نعم. في التحرر وفي بناء نفسها. نعم أستاذ فهمي السقاف، هل هناك قبول شعبي لهذه الأجندة التي تمارسها الإمارات في جنوب اليمن؟ لا بالعكس، ليس هناك قبول شعبي في حالة رفض واضحة في تململ حالة الإنكار التي كانت عند كثيرين الذين حضروا المرحلة الأولى وهم يجدون الشكر المنتدى، انتهت هذه تقريبا، فقط بقيت عند الذين تربطهم المصالح بشكل مباشر مع الإمارات. لكن وسط الناس، وسط إبراهيم المستفيد، الناس تماما عرفت الدور الحقيقي للإمارات، وعرفت تماما ما الذي تريده الإمارات. وبالتالي قبول الشعبي هذا انتهى دوره، بل هو نتحدث عن قبول شعبي الدول الاماراتي داخل الجنوب عموما او في المناطق الحره فهو واحد.
لم يعد داخل الوجود. نعم. أدوات الإمارات ممثلة بالمجلس الانتقالي وأيضا الأحزمة الأمنية والنخب، مدى قبول هذه القوى المسلحة في الجنوب والشارع الجنوبي؟ طبعا هذه أيضا برضو الناس تشكر دورها في المجتمع حقا. نتيجة القمع أولا الذي في راسه، القمع المصرف الذي طال كل المواطنين في المناطق المحرره او ما يعرف المناطق المحرره للاسف الشديد. وبالتالي نستنظر الى انه متى ياتي اليوم الذي يعاد نظر في هذه الكيانات وهذه الميليشيات التي هي خارج اطار النظام والقانون وخارج اطار الدوله اكيد. ايوه تصبح قوه رسميه يحكمها النظام والقانون الساعي في الدوله وفي البلد عموما. هذه الكيانات أستنتج من تحدي الإمارات هذا المفروض. نعم، حالة الرفض والمزايا الشعبية الذي تشكل خلال 3 سنوات الماضية في المحافظات الجنوبية وفي عدن على وجه التحديد، كيف انعكس على علاقة أبناء اليمن في الجنوب مع الإمارات وسياستها؟ في اكثر من مدينه وفي اكثر من محافظه. نعم. لاول مره تقريبا يواجه التعارف حاله رفض بشكل بالتحديد الامارات، يعني لاول مره نرى الشعارات على الجدران المباني العامه وغيرها شعارات مندده بالدور الاماراتي بالدخول الاماراتي بكل شيء. فهذا دليل وعي شعبي حقا يعني. تجلى وتم التعبير عنها باشكال مختلفه. نعم. طيب أستاذ فهمي، أعود للأستاذ إبراهيم القعطبي. أستاذ إبراهيم القعطبي، الآن المجتمع الدولي يعني بعد انكشاف ربما الأجندة التي تريد تنفيذها الإمارات ومشاريعها البعيدة عن ما تم الإعلان عنه وهي دعم الشرعية واستعادة اليمن من الميليشيا الإنقلابية، ما هي الخطوات برأيك التي ستقوم بها لإيقاف ما تقوم به الإمارات في اليمن؟ المنطلق الوحيد لإيقاف الإمارات وغيرها في اليمن هو أن يكون هناك ثقافة مقاومة لدى الشعب اليمني، وأن لا يقبلوا بأي محتل خارجي يهينهم ويحتل أرضهم ويصادر مقدراتهم ويعني يجلب لهم المجاعة والحصار. يجب أن يكون هناك لا نعول كثيرا بعد 4 سنوات من الحرب أن استعادة الشرعية أصبح أمرا ممكنا كونهم في الخارج وليسوا جزء من المقاومة. يعني عندما تكون هناك حكومة لديها مشروع مقاومة لاستعادة الدولة، هناك نتحدث على حكومة شرعية. أنا في اعتقادي الآن ما يجري في الخارج أو ما يسمى بالحكومة الشرعية التي في الخارج هي مجرد أداة وأشخاص يلعبون بمصالح اليمن ومستقبله لصالح قوى خارجية. فالحل الوحيد الآن هي انتفاضة شرعية، خلق يعني أشخاص جديدين لانتقالنا من هذه الفوضى وهذه المجاعة وهذه الكوارث الأمنية والميليشياوية. أن يكون هناك ثورة شعب، تحرك شعب، معارضة للمشاريع هذه من أجل أن يكون لنا استعادة لوطننا وأن نطرد كل هذه الميليشيات ومن يتبع هؤلاء الأشخاص. المشكلة طيب كيف أستاذ إبراهيم؟ نعم. طيب الدعم الإماراتي الكبير لليمن وعسكريا على الأقل ومشاركة جنود إماراتيين في المعارك وخاصة في الساحل الغربي وهم متواجدون الآن، والدعم الكبير بجميع أنواع الأسلحة، ماذا تسمي هذا؟ ألا تسميها وقفة من أجل أبناء الشعب اليمني ضد الإنقلابيين أم ماذا تسميها؟ هذا يجب أن نفرق هنا. لا يتم هناك دعم للجيش الوطني أو للسعادة الشرعية من قبل الإمارات. الدعم الذي يأتي من الإمارات وليس بالدعم العسكري الكبير كما وصفته، وإنما هو الدعم بسلاح بسيط وأمكانيات أخرى لميليشيات تقوض الشرعية، لميليشيات تخدم مصالح وأجندة خارجية. لا يمكن لأي ميليشيا أو مرتزقة حتى في المناطق الجنوبية استعادة الجنوب إذا كانوا يستخدمون من الخارج. ولكن هذه القوات اليوم هي في شوارع الحديدة بدعم إماراتي وتقاتل الميليشيا الانقلابية. هذا جزء، هم استخدموا تلك الطرق من أجل التوغل بداخل الأوساط الشعب اليمني من أجل خلق
أجهزة استخباراتية تابعة لهم من أجل إيهام الشعب اليمني أنهم يقاتلون ويحررون من أجل اليمن، وهذا ليس صحيح. نحن أمامنا أمثلة في 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 الضالع وفي دمشق وفي مريس وفي البيضاء وفي مأرب وفي مناطق أخرى، هم لا يحاربون من أجل اليمن ومن أجل استعادة اليمني اليمني دولته، هم يحاربون من أجل مصالح مخصصة، من أجل مواقع استراتيجية، فلذلك ذهبوا إلى الحديدة من أجل ذلك، لأن ميناء الحديدة هو أهم ميناء في اليمن ويطل على البحر الأحمر. هم ذهبوا إلى هذه المناطق ولم يذهبوا إلى صنعاء، ولم يذهبوا إلى الجوف، ولم يذهبوا إلى البيضاء، ولم يذهبوا إلى تعز، بل بالعكس في تعز مولوا الميليشيات الإجرامية القتلة والمجرمين والذين محسوبين على التيارات الإرهابية. هذه هي المشكلة الحقيقية، والطرق الذين يستخدمونها هو جلب أشخاص مرتزقة كما يجري في الجنوب وفي طارق عفاش ومناطق أخرى، من أجل أن يقولون للشعب أن هؤلاء الأشخاص من أوساط الحكومة، وهؤلاء هم من سيستعيدون الدولة، وهؤلاء من سيقومون بتمثيل اليمن مستقبلا. وهذه مقالطة حقيقية يجب أن يدرك الشعب اليمني، أن الآن بعد حوالي 4 سنوات من الحرب، بعد خروج الحرب الشرعية لا توجد في اليمن، يوجد ميليشيات، يوجد احتلال لأراضينا وموانئنا ومطاراتنا، يوجد تجويع ممنهج للشعب اليمني، يوجد حصار للشعب اليمني. هذا كله لا يوحي لا باستعادة الدولة ولا باستقرار ولا طيب. أي دعم حقيقي لليمن، وإنما لإدخال اليمن في موجة من الصراعات المناطقية والحرب الأهلية وتجويع اليمنيين من أجل أن يحتلوا هذا المنطق المكان الهام من العالم، وهذا ما بات واضحا. نعم أستاذ فهمي السقاف، البعض من يؤيدون التواجد الإماراتي وربما يعملون بأجندات الإمارات وهم من أبناء اليمن ومن أبناء المحافظات الجنوبية على وجه التحديد، يقولون عندما يسمعون هذا الطرح بأن هذا جحود ونكران للجميل الذي قدمت الإمارات لليمنيين. أين جحود أين نكران للجميل يا سيدي؟ نعم اليمن أكثر مما أفادتها للأسف الشديد، الإمارات سعت إلى تمزيق اليمن، هذا شر مبذر للأسف الشديد، وبالتالي على أي جميل يتحدث أو عمل طيب وخيري هذه الدولة. بالعكس ما حصل هو تمزيق وتكتيك لوحدة اليمن، ما حصل هو اعتداء على وحدة اليمن بشكل صاد وواضح وصريح. نعم الإمارات تضغط لكي تحقق معاربها ومصالحها الخاصة باحتلال الموانئ والجزر اليمنية، وتريد الهيمنة المسيطرة على الطرق الملاحة الدولية. هذا أمر مفروغ منه وأمر معروف، وهذا الشيطان يعني بين على أي جميل نحن نتحدث؟ الدول ليش بدعيات خيرية حتى نتحدث عن الخير وعن الجميل وإلى آخر من الكلام هذا، لا. لما دخلت لديها أجندة تحققها بعيدا عن العودة الشرعية أو غيره من الكلام هذا، هذا فقط مجرد ذريعة وشعار استغلت به الإمارات ودخلت لتحقق أجندتها وتقوم بالدولة. الواقع واضح، الواقع لا يكذب يا أستاذ، الواقع واضح وفاضح في الآن، الواقع لا يكذب للأسف الشديد. فبالتالي الحديث يعني طيب. جميل وإلى آخره، ربما هذا يتحدث به فعلا اللي هم مستفيدين ومتبعين من الإمارات بشكل مباشر، وهؤلاء قلة لا يمثلون رأي غالبية الفلسطينيين. الآن بعد تغيير رئيس الحكومة بالدكتور معين عبد الملك وعودة الحكومة، وربما هناك لمس أبناء المحافظات المحررة العديد من الخدمات عادت واستقرار إلى حد كبير للاقتصاد والعملة الوطنية وتغير مزاج الشارع في المحافظات المحررة ومعرفة الأجندة التي تهدف إليها الإمارات في اليمن، يعني ما الذي تغير منذ تعيين معين عبد الملك إلى الآن وما تبعه من إصلاحات في وتواجد للدولة في المحافظات المحررة؟ هو تغير يعني ليس كثير للأسف الشديد الذي تغير، حقا ما حصل هو سوء العمل على العملة وإلى آخره، نعم راجع سعر الصرف إلى آخره، لكن الناس تنتظر الكثير يا أستاذ، تنتظر الكثير من الحكومة لتعمله، لتفعله. نعم هي بدأت خطوات ولكنها أيضا بطيئة.
لنفسي. الحكومة أيضا ما زارت تقريبا في نفس الوضع من ناحية التواصل والاتصال بالناس. الحكومة لا زارت المعاشيق، لا يدرى أحد منهم. نعم، شكرا لك المحلل السياسي فهمي الثقاف، كنت معنا من عدن، والشكر أيضا للمحلل السياسي إبراهيم القعطبي كان معنا من نيويورك. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.